ترى الله لك يا أخي، لقد أغضبت رسول الله اليوم. والله ما قصدت سوءا. أتريد أن يجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شجرة نتبرك بها وقد طهرنا الله من رجس الأوثان؟ حسبك يا رجل، فما كان يقصد؟ علمت أنك استطلعت اليوم خبر هوازن. نعم والله. فكيف وجدتهم؟ وجدتهم خرجوا عن بكرة أبيهم، قد استاقوا أنعامهم وشياءهم ونساءهم. فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تبسم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. نعم نعم ولا شك. وهل يهزم 12,000 من قلة؟ ويحك يا رجل، والله لو رأيتنا يوم بدر لعلمت أنا بغير العدد ننتصر.